السلام عليكم ومرحبا بكم. إذا سألتكم سؤال يتعلق بأرخص المحلات البقالة هنا في أمريكا، هل سبق وأن تسوقتم من هذه المحلات؟ الغالبية الساحقة منكم سوف تجيب بنعم. والمحلات هي دولار تري، فاميلي دولار، ودولار جنرال. فلماذا أتحدث في هذا الموضوع؟ أتحدث في هذا الموضوع لأن هناك خبر مثير يتعلق بهذه الشركة، وخصوصا محل دولار تري. دولار تري من اسمه يوحي بأن المنتجات التي تباع في هذا المتجر سعرها هو دولار. هذا الأمر حقيقي، لأنه شخصيا حينما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية كنا نذهب إلى هذا المحل، كل شيء لا يتعدى دولار، أي شيء يباع في هذا المحل لا يتعدى ثمنه دولار واحد. بعد في سنة 2021 وبعد التضخم وارتفاع الأسعار في العالم، أعلنت شركة دولار تري على أنها سوف ترفع من أسعار المنتجات، وسوف يصبح دولار 25، يعني تقريبا أي شيء تريد شراءه في دولار تري الآن هو دولار 25 سنت. بالنسبة للمحلات التابعة لهذه الشركة كفاميلي دولار أو دولار جنرال، هناك العديد من المنتجات التي لا تباع بدولار بالرغم من اسم يعني المحل. تدخل هناك تجد أقصى شيء هو 5 دولار، 6 دولار، 7 دولار. فما هو الجديد بالنسبة لهذه الشركة؟ الجديد بالنسبة لهذه الشركة وهو أنها أعلنت على أنها سوف تقوم بإغلاق 1000 فرع لها في الولايات المتحدة الأمريكية. فقط في سنة 2024 سوف تقوم الشركة بإغلاق 600 محل دولار تري، و 350 أو 400 محل فرع المتبقي سوف يتم إغلاقه على مدى 3 سنوات أو 4 سنوات القادمة. والإغلاق يقال سوف يتم بمجرد انتهاء عقود الإيجار للفرع. مثلا هناك فرع ما في مدينة ما، لنقول في تكساس، أوكي. هذا الفرع بمجرد انتهاء عقد الإيجار، لأن عقد الإيجار لهذه الشركات لا يكون بالسنة، يعني كناس، يعني الناس مثلا تؤجر منزل، تؤجر شقة وتجدد العقد كل سنة، لكن مثل هذه يعني البيزنس يكون 5 سنوات، يكون 10 سنوات، يكون 3 سنوات وهكذا. فالآن أعلنت الشركة أن الفروع سوف يتم إغلاقها بمجرد انتهاء الإيجار، وأنه لن يكون هناك تجديد في عقد الإيجار، وأن سبب الإغلاق هو التقهقر في المداخل. لماذا؟ لأن الأسعار ارتفعت في أمريكا أو في العالم وفي جميع محلات التسوق، لكن محلاتهم يعني دولار تري، دولار جنرال، دولار ستور، هذه المحلات كلها يعني استمرت في بيع منتجاتها بدولار، دولارين، دولار ونصف، 5 دولار مثلا كدولار ستور وغيره من المحلات. لكن حينما تذهب في الحقيقة لهذه المحلات سوف تجد أن هناك أغراض تباع بأكثر من دولار، أغراض تباع أكثر من دولار، لكن الغالبية الساحقة من الناس توقفت على الذهاب إلى مثلا دولار تري. أولا للجودة، الجودة منعدمة في العديد من المنتجات، أو أنهم توقفوا بسبب رفعها من السعر، رفع من السعر، لأن كما قلت من قبل 2021 أو 2020 كان تقريبا دولار، الآن هو دولار فاصلة 25. لكن انتظروا إلى نهاية هذا الفيديو وسوف تصدمون من السعر المقبل، السعر المقبل لدولار تري، والذي سوف يكون الضربة القاضية لهذا يعني الفرع. فعلى كل حال بالنسبة للإعلان الأخير هو إغلاق 1000 فرع، 600 فرع في سنة 2024 و400 فرع على مدى 3 سنوات 4 سنوات. الإعلان الثاني وهو الذي أريد أن أخبركم به، وهو أن إدارة دولار تري أعلنت على أنها سوف ترفع من سقف الأسعار إلى 7 دولار، يعني مستقبلا، ربما من هنا إلى صيف هذه السنة ربما سوف تذهب إلى دولار تري وسوف تجد أغراض تباع ب7 دولارات،
7 دولارات وليس دولار واحد. فهذا مشكل بالنسبة للعديد من الناس. بالطبع العديد منكم سوف يقول أنه ليس هذا مشكل بالنسبة لي، أذهب إلى تارجت، أذهب إلى وولمارت، أذهب إلى هول فود، أذهب. لكن يجب أن تعلمون أن هناك مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، لا أقول أنها مناطق نائية، لكن تجد فيها مثلا وولمارت بعيد عن السكن بنصف ساعة، 45 دقيقة إلى ساعة، لكن تجد مثل هذه المحلات، دولار ستور، دولار تري، فاميلي دولار، هي المحلات القريبة. فساكنة تلك المنطقة تذهب إلى هذه المحلات لأنها هي الحل الوحيد، وإلا عليها الذهاب أو السياقة لمسافات طويلة من أجل الوصول إلى مثلا محل وولمارت أو غيره من محلات التسوق هنا في أمريكا. فهناك مناطق في هذه الفروع فقط، في هذه المحلات الصغيرة فقط، وليس هناك مكان للمحلات الكبرى، يعني السوبر ماركت كوولمارت وتارجت وغيره من الأمور. فسوف يكون ساكنة هذه المنطقة مجبر على الذهاب ودفع هذه يعني الأثمان. الآن من هو المستفيد من هذا الأمر؟ بالطبع المستفيد من هذا الأمر هو شركة وولمارت، لأنه إغلاق هذه المتاجر هذا معناه أن وولمارت سوف توسع فروعها، وبالطبع أثمان وولمارت هي بعيدة كل البعد على أثمان دولار تري. نعم هناك مشكل الجودة، يعني هناك اختلاف في مشكل الجودة، لكن يجب أن يعلم الناس الجدد في أمريكا أنه حتى وولمارت معروف أنه ليست فيه جودة. يعني الناس الذين يقطنون في أمريكا والذين لديهم مال يذهبون إلى محلات ليست مثل وولمارت، يذهبون مثلا هول فود، يذهبون محلات أخرى تقدم منتجات ذات جودة جيدة. وأن وولمارت هو بنسبة كبيرة لذوي الدخل المحدود، يعني حينما يذهب الناس لوولمارت الأغلبية الساحقة ذوي الدخل المحدود، الناس الذين معهم مال هم يذهبون إلى محلات يعني تكون شيئا ما غالية. مثلا هنا في فلوريدا أو مثلا هنا في أورلاندو، إذا أخذنا مقارنة بين محل بابليكس ومحل وولمارت سوف نجد فرق شاسع في الأثمان. فقط هذا أوضح بالنسبة للناس الذين تريد الذهاب إلى هذا المحل دولار تري أو فامي دولار أو دولار جنرال، لأنهم يقدمون أسعار بسيطة، فليعلموا أنه في القريب العاجل في هذه السنة سوف تقوم هذه الشركة برفع أسعارها إلى 7 دولارات. فما رأيكم بهذا القرار؟ شكرا لكم والسلام عليكم.